واو، انا عجبني شعري قوي، عجبني الملمس بتاعه، عجبني شكل الكيرلي، عجبني شعري، عجبني شعري جدا. هاي يا بنات، انا شيرو، اهلا بيكي في عيلة بنانيت شيرو. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. نورتينا المكان مكانك، ويلا بينا فيديو النهاردة انتوا هتحبوه جدا 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 جدا، عشان الفيديو النهاردة مش اي فيديو عادي. لا 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 لا، ده احنا هنعمل مع بعض كيرلي لشعرنا بالبكر الجامد ده. ايوة الفيديو ده انتوا طلبتوه مني كتير جدا. يا شيرو كلمينا عن البكر اللي انتي اشتريتيه. يا شيرو يا شيرو، طب انتي بتعمليه ازاي؟ يا شيرو يا شيرو، الفيديو مش موضح كل حاجة. يا شيرو سألتوني كتير جدا جدا عليه، وانا عشان خاطر الفيديو القصير بيخليني اسرع الفيديو، فانا قلت هعمله معاكم في فيديو طويل ونلف البكر بكرة بكرة مع بعض، وكمان اشرح لكم كل حاجة عنه بالتفاصيل الدقيقة المدققة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اكلمكم عن ايه ده. ده بصوا بكر انا جبته من امازون، اسمه ماجيك ليفيراج، اسمه ماجيك ليفيراج. مش عارفة اذا كنت انا قريت الاسم غلط او صح، فلو قريته غلط برضو اكتبولي في التعليقات. فده انا كنت شارية من امازون، وكان ساعتها عليه تخفيض فجبته بسعر حلو قوي، كان ب48 جنيه، فاعتقد ان انا محظوظة يعني، الحمد لله. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ده بيجي كده في الوان كتيره قوي، لان بيبقى فيه مقاسات مختلفه. هفتحه معاكم اهو. بصوا اول حاجه بيكون معاه العصايتين دول، وبيكون معاه البكر ده كله كده. بصوا اهو، طبعا هو بيكون مقاسات واشكال مختلفه عشان خاطر الشعر الازرق اطول، البينك قصيرة شوية، الاصفر اطول، فهو بمقاسات واشكال مختلفة. العصايتين دولت عشان خاطر تدخليهم في بعض كده وتستخدميها في شد الشعر خصلة خصلة، وهنعملها دلوقتي مع بعض. وده البكر بيكون شكلها كده، ولما بتلف على الشعر بتاخد الشكل ده. فانا متحمسة جدا صراحة ان انا اعمل الفيديو ده معاكم، وان انا كمان بقالي فترة عايزة اعمل شعر كيرلي، وقلت طالما انا هعمله اساسا بيها وانتوا طالبين مني الفيديو فاعمل معاكم الفيديو. طبعا يا بنات هو يفضل ان انت تعمليه وشعرك مندي، يعني مش شعرك ناشف، عشان ياخد معاكي شكل الكيرلي ويقعد مدة اطول. فانا عشان غسلة شعري من يومين فمش هعرف اغسل شعري تاني دلوقتي، فهستخدم الموس بتاع انليفن، هيساعدني كمان ان الشكل بتاع الكيرلي يثبت اكتر. فانتي لو ما عندكيش ده اغسلي شعرك وخلي شعرك يكون مندي كده. فانا اول حاجة فردت شعري وهسرح شعري كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب البتاعة الزرقاء دي وهبدأ ادخلها فيه كده. بعدين هبدأ كده يا بنات اجيب شعري وهجيب الموس وهبدأ اعمل كده على ايدي، تمام، وهعمل كده واحط الموس على شعري زي ما انتوا شايفين كده، تمام. وهبدأ اجيب دي، وبصوا هي فيها حاجة كده زي المشبك، هبدأ احطها كده، تمام، شفتوا. وهجيب دي الزرقاء مثلا وهبدأ احطها كده من تحت، بصوا كده، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. وهتبدأي تحطيها كده وبعدين تشدي شعرك كده، بصي بيتشد معاكي، تمام يا بنات اهو، تمام كده. هاجي برضو، تمام يا بنات بصوا اهو، هاجي برضو كمان عند الخصلة التانية اهي كده، هجيب الموس برضو كده، هحط الموس على الخصلة كده، حطيت كتير فهزود على الخصلة اللي جنبها بقى. اهو جبت الخصلة كده، جيب المشبك وهحطه كده، تمام.
اهم حاجة بصوا يا بنات، اللي استكشفته فيها ان حاولي ما يخليش الشعر يكون داخل في المشبك عشان ينزل معاكي بسهولة. اهو يا بنات، وبعدين تلفيها كده اهي، بصي هتلفيها كده، تلف معاكي الشكل كده تمام. ده اهو يا بنات من الكيرلي، هبدأ بقى دلوقتي اعمل الجزء ده كمان. يلا بينا، هبدأ برضو اسرح شعري كده كويس قوي تمام. اهو يا بنات، وهجيب شوية من الموس بتاع الشعر وهبدأ اوزعه كده على شعري كله مرة واحدة اهو، كده 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 كده. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين هسرح شعري كويس كده، بعدين هبدا اجيب خصله كده من الشعر. هبدا بقى اعمل ايه الاول عشان ما اطولش، هحط الاول دي في العصايه كده، وبعدين اروح جايبه كده. كده. واروح شده كده، شايفين؟ ايوه بقت اسهل، واروح لفها كده الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا نبدا هنا كمان، جبت الخصله اهي كده اهو تمام يا بنات. هجيب الاول دي اعملها هنا كده ايوه عشان يبقى اسهل بالنسبه لي. قولوا لي يا بنات عندكم صبر تعملوا اللي انا بعمله ده، ولا ممكن تزهقوا وتملوا بسرعه؟ على فكره هي سريعه ومش صعبه، وبالعكس ما بتاخدش وقت منك كتير، وفي نفس الوقت حلوه، بس هي كل الموضوع انها بتوجع الايد شويه، بس يعني ايه مش قوي برضو لو كل شويه تريح ايدك. بعدين الفها كده اللفة دي كده على الشعر اهي، بصوا يا بنات تلفيها كده عشان تاخد ايه الشعر. يلا نيجي هنا كمان الجزء ده، هحط الصفرة هنا الاول كده، وبعدين اجيب الشعر بتاعي كده اهو، بصوا يا بنات كده اهو، وبعدين كده نشدها كده اهو. يا سلام عليا، اهم حاجه بس ان انت تلفي بعدها البكر كده عشان ياخد الشكل الكيرلي اللي انت عايزاه بعدها تمام يا بنات. واحدة في شعري هعملها اهي، هجيب اخر واحدة كده دلوقتي. انا خلصت اهو البكر كله على شعري، فاضل اربع بكرات بينك، هي مقاسها صغير، عملته كله على شعري. انا هسيبه على شعري لمدة 24 ساعة وارجع لكم تاني. 2000 years later. ورجعت لكم بعد 24 ساعة بالظبط. طبعا انا قبل ما انام لفيت شعري كويس جدا، وبعدين صحيت حطيت ميك اب. قولوا لي ايه رايكم في لوك الميك اب الحلو ده،
ولو عجبكم وعايزيني اعمله بالتفاصيل اكتبولي في الكومنتات. طبعا انا لبست شارب عشان اعرف انام، هي مش صعبة قوي في النوم، ولكن بتحسوا كده ان انتوا ايه، ممكن لو مش لابسين اشارب هيبقى صعب ان انتوا تناموا، لكن هي مريحه، مش بتحسوا بضغط جامد على رقبتكم، يعني حاجه خفيفه قوي. فلما لبست الاشارب عليها خليته كل الورق وعرفت انام على جنبي. فيلا بينا بقى نفكها سوا. هبتدي بقى دلوقتي افكها معاكم واحده واحده، هلفها كده وابدا اشد، هي سهله قوي في الفك. بصوا الله حلوه قوي، بصوا يعني مش صعبه جدا. واو شايفين بجد يا جماعه حلوه جدا، وتحافظي على شعرك من الحراره وتعملي شكل لشعرك مختلف، وفي نفس الوقت يبقى بعدتي عن المكوى والحراره وبهدلت شعرك. بصوا يا بنات حلوه ازاي، انا متحمسه جدا. تيك طبعا انا حطيت لوك ميك اب الاول، وبعدين مش عايزه اقول لكم حاسه ان شعري بقى فيه كريم اساس، بس قشطه يعني عادي. هبدا كده افكها، سهله جدا في الفك، ولما بتفكيها بترجع تاني لشكلها الطبيعي، يعني مش بتتفرد، لا بترجع تاني جدا لشكلها الطبيعي. بصوا هبدا كده افكها كلها، ايوه فاضل واحده بس. واو شايفين يا بنات حلوه قوي ازاي. هبدا بقى دلوقتي اجيب السيروم بتاعي، انا هحط معطر شعر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. كده عليها كلها، وهبدا بقى ايه بايدي كده افردها عشان اخد شكل ستايل الكيرلي لشعري. واو شايفين الشكل حلو قوي، ومديها شكلي شكله حلو. ولو عايزه تسرحيها ممكن بمشط سنون واسعه وتجيبي خصله خصله وتعملي بس كده فرد خفيفه على الشعر، يعني سرحي بالراحه جدا بس من تحت عشان الكيرلي يفتح شويه معاكي. وانتي اصلا على حسب فتله شعرك، يعني انا فتله شعري ناعمه جدا، فشويه وهلاقي كل ده فك وخد بس شكل ويفي كده خفيف، فانا مش هسرحها بالمشط، لا هسيبها كده عشان تدي الشكل الجميل ده. وعملت شكل كيرلي لشعري حلو قوي، شكله حلو، وعملت تغيير وبعدت عن الحراره وما بهدلت الشعر خالص. قولولي بجد رأيكم لو عجبتكم في التعليقات، متحمسة جدا ان انا اعرف رأيكم واشوف التعليقات بتاعتكم الحلوة دي. وكمان ما تنسوش تقولولي رأيكم في الميك اب الحلو ده. وبعد ما عملنا شعرنا ننتقل للفقرة اللي كلنا بنحبها، وهي فقرة شيرو. انا بعمل شعري بالمكوى بس بغسل شعري تاني يوم على طول، هل ده غلط للشعر؟ ده غلط جدا، ما ينفعش تكوني عاملة شعرك بالحرارة وشعرتك مشدودة وتغسلي شعرك تاني يوم، اقل حاجة 4 ايام او 5 ايام على ما تغسلي شعرك مرة تانية. شيرو بحط كتير مرطبات على ايدي، بس بعد شوية لما بخرج في الشارع ايدي بتغمق، عشان خاطر الكريمات اللي بنحطها على ايدينا او جسمنا ممكن يكون فيها نسبة عطور، فما ينفعش ان انت تعرضي ايدك للشمس بدون ما تستخدمي كمان كريمات حماية من اشعة الشمس. فلازم لازم ومهم جدا قبل ما نتعرض للشارع والخروج ان احنا نحط كريمات حماية للشمس على ايدينا، صيف شتاء خريف ربيع في اشعة شمس انت ما بتبقيش شايفاها، فلازم نحط على ايدينا برضو كريم حماية من الشمس، ولو رجلك بتبان منك برضو تحطي كريمات حماية من الشمس. طب يا شيرو طب ما انا كده كريم الحماية بتاعي من الشمس هيخلص بسرعة، لا في لوشن بيكون برضو كبير بس ده خاص بالجسم، تقدري تشتريه من اي صيدلية وتبقي تحطيه على ايدك ورجلك. شعري عاجبني جدا وملمسه عاجبني، وحاسه ان انا عملت تغيير بدون ما اعمل حراره او استشوار او اي حاجه تاذي شعري،
فعجبني جدا اللوك ده قوي. وده كان فيديو النهارده عن ازاي نعمل شعرنا في البيت بدون اي حراره وبدون عوامل خارجيه، وعملناه الكيرلي الجميل الحلو ده. وكمان ما تنسيش تروح على الانستجرام، بنزل اسئله بشكل يومي هتفيدك جدا كمان. ولو عجبك الفيديو حطي لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وبس والله.